السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي على أمني للمعلومات. اليوم في حلقة جديدة ومهمة لكل شخص جزائري، وهي عن الحصول على بطاقة تعريف وطنية جزائرية بيومترية. كل ما يتطلبه الأمر هو أن يكون لديك جواز سفر بيومتري. يعني من لديه جواز سفر بيومتري سيحصل على البطاقة مباشرة وبكل سهولة، ولأول مرة يعني أحصل على شيء يعني بدون أن أدفع أوراق في الجزائر، يعني لأول مرة والله أبهروني. المهم ندخل إلى موقع تجده أسفل هذا الفيديو، رابطه أسفل هذا الفيديو. تدخل إلى الموقع عادي جدا، نحن ما يهمنا هو الذهاب إلى طلب بطاقة التعريف الوطنية. المهم يعطيك بعض الشروط: أن يكون لديك جواز سفر بيومتري، وأن نفس المعلومات الموجودة في الجواز ستؤخذ في البطاقة. في البداية ما يطلبه منك يعني أن تجلب جواز سفر وتجد رقمين: رقم جواز السفر، يعني هذه في جواز سفر بيومتري، ورقم التعريف الوطني. هذا الرقمين يعني هما رقمين خاصين بك، إياك يعني ومشاركتهما مع أي شخص. يعني هذا التسجيل يجب أن تقوم به بنفسك، يعني لا تعتمد على صديق أو أي شخص، المهم اعتمد على نفسك. ويعني جرب وضع هذه الطلب في الصباح الباكر يعني أو بعد منتصف الليل، لأني جربت في المساء يعني ولم أتمكن من الدخول. أضغط على الصفحة التالية، هنا تضع رقم التعريف الوطني من يعني الباسبور الخاص بك، من جواز السفر الخاص بك. تضع رقم التعريف الوطني ورقم جواز السفر، وبعد كتابة رقم التعريف الوطني ورقم جواز السفر تكتب كود الكابتشا هنا في الأسفل كما يظهر في الصورة، ونضغط على بحث. الآن هكذا بعد أن بحث يعطيك لقبك واسمك وتلك المعلومات، تتأكد من أن الاسم واللقب صحيحين وتضغط على معلومات الشخصية صحيحة. تضغط ولاية الإقامة مثلا هنا بالنسبة للأندية، ثم هنا من أي يعني دائرة تكون، مثلا نحن هنا في نفس المكان في الأندية، ثم تكتب العنوان الخاص بك. العنوان يكون بالعربية حي كذا وكذا، وتكتب الرمز البريدي كما هنا، ثم رقم الهاتف المحمول مثلا هكذا سأكتبه عشوائيا، وتضغط على التالي مثلا هنا التالي، يعطيك الاسم اللقب. تتأكد من أن كل معلوماتك صحيحة وتضغط على تأكيد الطلب. بعد تأكيد الطلب سيقول لك أنك ستتلقى رسالة نصية على هاتفك المحمول على هذا الرقم. أنا وضعت هذه معلومات عشوائية فقط لأني طلبتها مسبقا. المهم بعد أن تأتي البطاقة في أقرب دائرة إليك سيتصلون بك لتأخذ البطاقة الخاص بك، يعني تذهب لتأخذ البطاقة الخاص بك فقط من جواز سفر بيومتري. يعني كل ما يتطلبه الأمر كما رأيتم جواز سفر بيومتري، وستحصل على بطاقة بيومترية بدون أن تذهب أو تخرج أوراق. من لا يملك جواز سفر بيومتري عليه بالذهاب إلى الدائرة ووضع الملفات، يعني مبروك عليه العديد من الأوراق ليضعها. المهم كان هذا هو درسنا لحلقة اليوم، أتمنى أن يكون قد أعجبكم وأن أكون وفقت. لذا لا تبخل علي بلايك لهذا الفيديو فذلك يشجعني، سبسكرايب على قناتي إن كانت أول مرة تشاهد فيديوهاتنا، والزيارة الدائمة لموقعنا أمني8.com. دمتم في رعاية الله.